عندي كلام كتبته توا في الحين جاي هكا نحب نغني نهدي البرنامج ان شاء الله يعجبكم شي تلحن توا تسمعوا معناتها شعر ولا غني؟ باش نغني لحن توا باش نغني معناتها باش نغني توا ونقول موال هكا توا عطاير عطاير ان شاء الله يعجبكم نحن نقول اذا رمت الانثى والبهجه والانبهار فحول وجهك مساء الاحد للحوار نلقى ثانيا يوم الأحد فلا تفكر أبدا في النكد يا بابا يا بابا فيوم الأحد لا يهمك أحد وأنا باش نقوله طبعا إذا رمت الأنس والبهجة والانبهار إذا فحول وجهك مساء الأحد فحول وجهك مساء الأحد للحوار للحوار تلقى سامياً تلقى سامياً يوم الأحد فلا تفكر ابدا فلا تفكر ابدا في النكد فيوم الاحد لا يهمك احد ميرسي. اه انسى اسمع وجهي حمار.